تحية لكم سيداتي سادتي، وهذه نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من النيل للأخبار. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية يعلنان موافقتهما على هدنة لمدة 24 ساعة. أوكرانيا تعلن استلام أولى أنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي. ونتابع في نشاطنا الاقتصادية. ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 2.5 مليون طن منذ بداية العام وحتى أبريل الجاري. تابع. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين. وخلال اجتماع عقده مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من شقيقه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيده على الشعبين المصري والعماني بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم الله على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تكاتفت خلال العامين الماضيين وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، مما فرض ضغوطا استثنائية على معظم دول العالم. كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022-2023، وتوقع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 4.2%. بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل. كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ومساندته في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين. كما وجه سيادته بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على المتابعة الدورية والمستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة مع بدء الانتقال التدريجي لمختلف الجهات الحكومية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة والموقف
التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة. قامت كافة قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك. وزارة الداخلية دائما مستعدة لتأمين احتفالات المصريين بالأعياد والمناسبات لتوفير مظلة أمنية للمحتفلين وبث طمأنينة في نفوسهم. كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن تواصل تنفيذ خططها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من خلال نشر الدوريات الأمنية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن ووضع خدمات وارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء من البهجة والفرحة بعيد الفطر. ومع ما تشهده الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات من كثافات مرورية خلال أيام العيد، تم نشر الخدمات والارتكازات المرورية عليها والتي تتكامل مع منظومة الرصد الإلكتروني والمراقبة الموجودة على هذه الطرق لرصد الحالة المرورية والتعامل مع الأعطال والتكدسات، وبما يضمن الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وزيادة الأمان والالتزام على هذه الطرق. تضمن الخطط الأمنية خلال أيام العيد تكثيف الخدمات الأمنية بخطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق بخاصة بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة، مع وجود أمني داخل العربات لرصد والتعامل مع المخالفات بشكل فوري. امتدت الخطط الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر إلى مجرى نهر النيل والمسطحات المائية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال العيد للاستمتاع برحلات نيلية، حيث كثفت الوزارة من حملاتها لضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط الأمن والسلامة. خطط أمنية وإجراءات يطبقها عناصر شرطية ذات كفاءة وجاهزية كبيرة وقدرة على التعامل مع المواطنين بشكل حضاري، حيث تعكس هذه الإجراءات جاهزية وزارة الداخلية في تأمين كافة الفعاليات والاحتفالات. تابع وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك وكيفية تطبيقها بالمحافظات كافة، والتي تتضمن توفير 3239 سيارة إسعاف إضافة إلى الجاهزية للاستقبال والطوارئ بالمستشفيات. خطة موحدة للتأمين الطبي للتعامل مع الحوادث والأزمات بشكل فوري خلال أيام عيد الفطر المبارك. الخطة تشمل أكثر من 3300 سيارة إسعاف إضافة إلى 12 لانش إسعاف نهري و12 سكوتر إسعاف كهربائي
وتمركزها في الساحات والميادين والحدائق العامة والمتنزهات التي يرتادها المواطنون خلال إجازة عيد الفطر المبارك. بدأ تأمين عيد الفطر من قبل الصلاة، قبل صلاة العيد يعني الساعة 4 صباحا، والموضوع بينتهي بنهاية يوم الثلاثاء إن شاء الله مساء. بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، إحنا بنعمل تأمين لمجرى نهر النيل، عندنا 11 لانش إسعافي في نهر النيل ولانش إسعافي في البحر الأحمر، في موجود في جنوب سيناء. موجود عندنا الاسكوتر الكهرباء، وده اللي أدخل حديثا طبعا لتقليل زمن الاستجابة، وخاصة في المناطق اللي بيبقى فيها ازدحام. عندنا غرفة العمليات المركزية بتدير جميع السيارات على مدار الساعة في القاهرة الكبرى، بيتم النداء على أقرب سيارة الإسعاف من البلاغ وتوجيهها فورا للبلاغ. إخلاء الحالات الطارئة سواء كانت حوادث أو حالات طارئة في المنزل بكل أقرب مستشفى. التأمينات بتاعتنا بتبقى على المحيطات اللي فيها تجمعات وكثافة من المصريين، سواء في الحدائق العامة أو المنتزهات أو المتاحف أو على ضفاف نهر النيل بأكمله. 80% من عربيات هيئة الإسعاف المصرية هي عربيات تعتبر عربيات ICU، عربيات عناية مركزة مكونة من غرفة عمليات مصغرة، فيها ترول الإسعاف، فيها الكرسي المريض، فيها جهاز المونيتور، فيها جهاز السكشنز، فيها جهاز السكر، فيها كل الأجهزة المطلوبة كغرفة عناية مركزة، وطبعا بالإضافة لجهاز التنفس الصناعي، وده هيبقى استخدام طبيب، والمسعف هو اللي بينفذ التعليمات الواردة من الطبيب فقط. كما تم إعلان حالة التوتر القصوى بغرف إدارة الأزمات المركزية وغرف تتبع سيارات الإسعاف، وربطها بغرف عمليات الفرعية بالمديريات لسرعة الاستجابة وتقديم الدعم الفوري للمواطنين. السيارة مجهزة بالأجهزة والمستلزمات، وأن المسعف مدرب وتم تدريبهم على التعامل مع الإصابات والنقل الآمن للمصابين، وخاصة حوادث الطرق السريعة وحوادث السيارات. الحالات الأزمة قلبية وحاجة زي كده، طبعا أنت دورك أنك بتدي 4 سبوسيد أو بلافكس، دول اللي هم مزمين للجلطات بسرعة لحد أقرب مستشفى. كما تم تجهيز الفرق الطبية المدربة بجميع أقسام الطوارئ والحروق والسموم بالمراكز الطبية كافة، وتوافر مخزون الدم ومشتقاته والأمصال واللقاحات اللازمة، وإعلان حالة الطوارئ القصوى بتلك الأقسام، والتزام الفرق الطبية بجداول العمل على مدار الساعة لتوفر الخدمات الطبية للمواطنين أينما وجدوا. حالة الصنفار قصوى تتعايش مع وزارة الصحة بمؤسساتها كافة الطارئة والعلاجية لتوفير الأجواء المناخية خلال عيد الفطر المبارك. فكل عام وأنتم بخير. محمد حلمي، النيل. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في الخرطوم تعكف على التواصل الدائم مع الطلبة المصريين وتجمعات الجالية للاطمئنان عليهم وتوجيه النصح والإرشادات الخاصة بسبل توفير الحماية والأمن لهم ولأسرهم. وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن السفارة المصرية في الخرطوم قامت بتخصيص أرقام هواتف يمكن للمصريين المقيمين بالسودان التواصل من خلالها مع السفارة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية تتابع وضع الجالية المصرية على مدار الساعة. وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية موافقتهما على هدنة لمدة 24 ساعة بدءا من الساعة 6 مساء اليوم. كانت العاصمة السودانية الخرطوم قد شهدت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم 5 على التوالي، أسفرت عن مقتل 270 شخصا على الأقل وإصابة 2600 آخرين. لليوم 5 على التوالي تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، على الرغم من الهدنة الإنسانية التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وقد جددت الأمم المتحدة دعوتها لحماية المدنيين والامتناع عن استهداف المدارس والمرافق الطبية، وأجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس محادثات متواصلة مع كافة الأطراف في السودان لوقف القتال والسماح بتنفيذ هدنة إنسانية جديدة لمدة ساعات لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى وموظفي الأمم المتحدة وإيصال المساعدات لمتضرري الأوضاع الراهنة في السودان.
كانت وزارة الصحة السودانية قد أكدت خروج 16 مستشفى في الخرطوم عن الخدمة، والبعض الآخر مهدد بالإغلاق نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي، محذرة من انهيار كامل في القطاع الصحي العام والخاص إذا استمرت الاشتباكات على هذا النحو. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخيم عقبة جبر في محافظة أريحة شرق الضفة الغربية المحتلة، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل غاز السام بشكل كثيف عند مدخل المخيم. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صحن قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، وأقامت شرطة الاحتلال بإزالة الأعلام الفلسطينية عن الموازين قبلية لمصلى قبة الصخرة. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أولكسيتش ريزنكوف اليوم أن الجيش الأوكراني تسلم أولى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت التي يفترض أن تساعد كييف في حماية أجوائها من الصواريخ الروسية. وقدم الوزير الأوكراني شكره للولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على الوفاء بوعدها. وفيما له صلة، أكد الكرملين أن تقديم كوريا الجنوبية مساعدات عسكرية لأوكرانيا سيعني مشاركة سول في الصراع إلى حد ما. جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن سول قد توسع دعمها لأوكرانيا لما هو أكثر من المساعدات الإنسانية والاقتصادية إذا ما تعرضت لهجوم مدني واسع النطاق. قالت كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم يونغ أون أعطى توجيهات للمسؤولين بالمضي في خطة لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري كما هو مخطط له. وحتى كيم على نشر القمر الصناعي وفقا لما هو مقرر له، كما أمر بنشر أقمار صناعية متعددة. وقال إن تعزيز قدرات الاستطلاع يمثل أولوية لمواجهة التهديدات الأمريكية والكورية الجنوبية. الآن موعد أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد في نشرة الثامنة مع حنان الخولي. أخبار المال والأعمال مشاهدين، أهلا بكم. والبداية مع تأكيدات رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الذي أكد على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات. وقد أعرب مدبولي خلال لقائه سفير إيطاليا لدى مصر ميكالي كوراني عن سعادته بما شهدته العلاقات بين البلدين في الشهور الأخيرة من زخم وتطورات إيجابية. من جانبه أشار سفير إيطاليا إلى أن إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر، حيث تتضمن المرحلة الأولى من خطتها الاستثمارية زراعة نحو 10,000 فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها مصر. في سياق منفصل، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت 2,506,000 طن من المنتجات الزراعية، وذلك في الفترة من أول يناير الماضي وحتى أبريل الجاري، بزيادة قدرها 230,000 طن أو بنسبة تعادل 10% عن نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح والبطاطس والفراولة، وأن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح قد بلغ 1,302,000 طن إضافة إلى تصدير 456,000 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح. أصدر الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا يتضمن فتح أي موقع تخزيني لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أي كميات من القمح إلى الموقع.
وأكد الوزير أن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين. وأشار إلى أن الوزارة لديها طاقات وساعات تخزينية تصل إلى 5.5 مليون طن، مؤكدا أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الجاري من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة. بحث وزير التجارة والصناعة مهندس أحمد سمير مع سفير النمسا بالقاهرة دكتور جيورج شتيلفريد، بحث تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية. وقال الوزير إن اللقاء تناول الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري نمساوي مشترك في مصر نهاية الشهر الجاري بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص في كل من مصر والنمسا، ولافتا إلى أن المنتدى سيستعرض المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة في السوق المصرية. وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا بلغ العام الماضي 339.5 مليون دولار مقارنة بنحو 275.7 مليون دولار في 2021، محققا بذلك نسبة ارتفاع بلغت 23%. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار عن طرح تكميلي للوحدات السكنية بمشروع جنة بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، ضمن طرح ضخم للوحدات السكنية ضمن أكثر من 20,000 وحدة سكنية بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة. ومن جانبه أشار معاون وزير الإسكان أن الوحدات الجارية الإعداد لطرحها ستكون لمن قاموا بسداد جدية الحجز بمشروع جنة ولم يقوموا بسحبها حتى تاريخ فتح باب الحجز للطرح التكميلي. نتحول للبورصة المصرية والتي واصلت مؤشراتها أدائها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات الأجنبية والعربية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية. وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.122 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.13%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة وصلت إلى 0.5%. يشار إلى أن البورصة المصرية في عطلة رسمية بدءا من غد الخميس وحتى الثلاثاء 25 من أبريل الجاري، وذلك بمناسبة أعياد الفطر وتحرير سيناء. كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة تدابير جديدة من شأنها حماية دافع الضرائب من إجراءات إنقاذ البنوك المتعثرة، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي مؤخرا في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وقال نائب رئيسة المفوضية إن إخفاقات بعض المصارف الأمريكية والسويسرية مؤخرا وما نتج عنها من أزمة في القطاع المصرفي الدولي تذكر وهي تذكير فحسب بحاجة الاتحاد الأوروبي إلى نظام فعال وقوي للتعامل مع جميع البنوك مهما كان حجمها عندما تواجه مشكلات. يهدف النص المقترح الذي تتفاوض بشأنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي إلى تشجيع البنوك المتعثرة المتوسطة والصغيرة على استخدام أموال القطاع المصرفي بدلا من الأموال العامة. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1% في مارس من 10.4% في فبراير. وتوقع خبراء تراجع المعدل السنوي إلى 9.8% في مارس مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما والمسجل في أكتوبر والبالغ 11.1%، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل. وعلى الرغم من انخفاضه في مارس فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا.
وقفة رياضية بعد الفاصل مع حنان الخولي. وبعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع نهى محمود. مشاهدينا أهلا بكم والنشرة الجوية. يسود طقس مائل الحرارة على القاهرة الوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الدفء شمالا، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة جنوبا نهارا، مائل البرودة ليلا، وتنشط الرياح شمالا وجنوبا وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية ورعدية أحيانا، والبحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر معتدل أيضا. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأ من القاهرة. الخميس 15-27، الجمعة 15-26، السبت 17-28. أما عن شرم الشيخ الخميس 20-35، الجمعة 21-32، السبت 20-30. وأخيرا مع الأقصر الخميس 20-39، الجمعة 20-37، السبت 21-35. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي لدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 15-27، الإسكندرية 14-22، دمياط 14-22، بورسعيد 15-20، العريش 14-22، رفح 15-21، الإسماعيلية 16-25، سويس 16-25 أيضا، مطروح 15-20، وادي نطرون 14-29، المنصورة 15-27، طنطا 14-26، سانت كاترين 9-22، الغردقة 22-32. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية يعلنان موافقتهما على هدنة لمدة 24 ساعة. وأوكرانيا تعلن استلام أولى أنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي. انتهت نشرة الثامنة من النيل الأخبار. شكرا لكم. مزيد من التفاصيل على موقعنا الإلكتروني nile.eg. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء. إلى اللقاء.